نروح بقى ونعرف برضو فقرة الصحافة أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعربية، وزميلتنا نورهان طمان مراسل قناة الأهلي. يا نورهان صباح الخير، وطلعينا كده ما لديك من آخر الأخبار، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع لنطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية في المواقع والصحف الرياضية، ولكن خلينا نفكركم أن النهاردة طبعا الإنتاج الحربي هيواجه الإسماعيلي الساعة 8 على استاد الأهلي والسلام الساعة 8 في إطار الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز. نروح بقى لأبرز أخبارنا من موقع اليوم السابع. أزمة في اتحاد الكرة بسبب الحكام الدوليين وضغط المباريات. تواجه اللجنة الخماسية ولجنة الحكام في اللجنة الخماسية أزمة بسبب طلب بعض الأندية بشأن استبعاد بعض الحكام من مبارياتها، وده اللي كان آخره الاتحاد السكندري اللي تقدم بشكوى رسمية ضد حكم إبراهيم نور الدين وطالب بعدم استخدام الحكم لأي مباراة للفريق في المباريات القادمة. ده سبب أزمة بسبب كمان أنه أندية الدوري الثاني طلبت باستخدام حكام دوليين، وطبعا ده هيتعارض مع مواعيد مباريات الدوري الممتاز. في الساعات القادمة اللجنة الخماسية هتعقد يعني عدة اجتماعات مع لجنة الحكام لبحث أزمة الحكام الدوليين. ومن موقع الشروق، المقاولون يستعين بأربع مباريات لاستكشاف طنطا قبل موقعة الجمعة. يكف الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على دراسة فريق طنطا عن طريق شرائط الفيديو الأربعة للمباريات الأربعة اللي خاضهم رضا عبد العال في الدوري الممتاز الأخير، واللي كانت بدايتها من نادي مصر مرورا بهزيمة الزمالك والأهلي وأخيرا الجونة. ومن موقع سوبر كورة، إنبي يجهز حزمة صفقات للمنافسة على المربع الذهبي. من المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي إنبي جلسة مطولة مع المدير الفني حلمي طولان لبحث الصفقات القادمة في الفريق، خصوصا بعد ما طلب حلمي طولان يعني إبرام عدة صفقات في مركز الوسط والهجوم، وده طبعا بعد ما الإدارة يعني كانت رحبت جدا ب يعني تصعيد بعض الناشئين على رأسهم زياد كمال وأحمد حسين ميسي، واللي تقدموا مردود طيب جدا ولقوا قبول كبير جدا من قبل مجلس إدارة نادي إنبي ومن قبل كابتن حلمي طولان المدير الفني. ومن صحيفة الرياضية السعودية، عطيف يقترب من العودة لصفوف الهلال. أكدت صحيفة الرياضية السعودية عودة اللاعب عبد الله عطيف من إصابته بعد ما أتم برنامجه التأهيلي، وتحديدا المرحلة الخامسة من برنامجه التأهيلي، ومستعد اللاعب في الفترة القادمة من المشاركة في التدريبات الجماعية. كمان اللاعب تواجد في أروقة النادي رغم عدم وجود اللاعبين لمنحهم راحة بعد العودة من الدوحة. ومن موقع آس النسخة العربي، الميركاتو الصيفي في الإمارات ساعات حاسمة. النهاردة آخر يوم في غلق باب القيد الصيفي للميركاتو الصيفي في الدوري الإماراتي، بعد طبعا ثلاثة أشهر يعني شفنا فيهم العديد من الصفقات اللي تمت ما بين الأندية سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي. كمان خلينا نقول إن خطوات الفرق أو الأندية الإماراتية تتصارع في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد، اللي كمان هيبدأ بقى بعد كده الميركاتو الشتوي بداية من 5 يناير وتستمر حتى الأول من فبراير. ومن موقع الكابتن، رسميا أرسنال يضم توماس بارتي قادما من أتلتيكو مدريد. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي استخدام اللاعب توماس بارتي اللاعب الغاني من قبل صفوف أتلتيكو مدريد بعقد طويل الأمد مع الفريق الإنجليزي، وده بعد ما أعلن النادي الإنجليزي في بيان رسمي في الساعات الأخيرة عن تعاقده مع اللاعب. كمان نادي أتلتيكو مدريد أعلن عن الاستغناء عن اللاعب في الساعات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. ومن الوكالة الإسبانية EFE، مانشستر يونايتد يسبق ريال مدريد وسيتي.
تفوق مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة يعني حظى بخدمات اللاعب فاكوندو بليستري بعد ما طبعا يعني كان في سباق كبير جدا على اللاعب من قبل ريال مدريد ومانشستر سيتي. كمان حابين يعني نذكركم ان اللاعب قادم من فريق اتلتيكو بنيارول في كمان لمدة 5 سنوات ضمن صفقة يعني يمكن شافتها الوكالة الإسبانية او سلطت عليها الضوء الوكالة الإسبانية بشكل كبير جدا، وقالت انها تفوقت فيها على ريال مدريد ومانشستر سيتي بعد ما كانوا داخلين بقوة لاستخدام اللاعب. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة الى الاستوديو. شكرا جدا ليكي يا نورهان زميلتنا العزيزة مراسلة قناة الاهلي، شكرا ليكي.